وانتم يذكركم راضين على عار الفقرة الله يذكرنا التاريخ شبان الثورة الله وانتم ما ظلينا بحيرة لا تنباع الغيرة ما ظلينا بحيرة لا تنباع الغيرة ما ظلينا بحيرة لا تنباع الغيرة ما ظلينا بحيرة ونوزع الهذا وذاك من عندها شوية يذكرنا التاريخ شبان الثورة الله وانتم يذكركم راضين عن عار الفقرة الله لو تنباع الغيرة ما ظلينا بحيرة لو تنباع الغيرة جاد خليه طلبة جامعة القادسية الآن لنا مسيرة طلابية منتفضة بوجه الظلم والطغاة وبوجه الكابينة الوزارية الجديدة المرفوضة من قبل الشعب وبالأساس والأصل، وبداية رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب، هو رجال جوكر مسيس من قبل الأحزاب الإسلامية وبالخصوص الشيعية الدموية القبيحة، هو رجال مسير من قبل كل الاحزاب اللي جاي يسيطر عليه، هو ما لا يرى ولا يسمع. العمل عمل الاحزاب، كل الشعب العراقي يعرف بان القرار السياسي ليس عراقي بحت، وانما تدخلات اقليميه ودوليه كالجاره ايران والولايات المتحده الامريكيه. والله حقيقه هاي شباب يعني طلاب الجامعات هي اثقف واوعى طبقه بالمجتمع، اعتقد ما يخافون من هيك مرض وبائي او فيروس على مود ما يطلب حقه او يضحي بنفسه لاجل بلده ولاجل الاجيال اللاحقه. فهذا المرض والفيروس ما راح يعيق انتفاضتنا ولا راح يخمدنا، ومستمرين ان شاء الله. مطالبنا اول شيء على مود الكابينه الوزاريه اللي خلوها هي رافضها الشعب، رافضها الشعب كلها رافضها، واحنا توفيق محمد علاوي هو مسيس حزبي يعني. هم جابوه وخلوه واحنا رافضينه، موقفنا مستمرين ظالين، احنا باقين نموت وما نرجع. احنا طلاب جامعة القادسية اليوم حبينا نديم الزخم رغم انه عطلة. شوفوا اعداد الطلاب اللي حاضرة، ما يهمنا لا عطلة لا مرض، هاي كمامات موجودة وانا خادم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طلبة جامعة القادسية خرجنا بمسيرة زخمة لمساندة اخواننا المتظاهرين والمطالبة بحقوقنا المشروعة، وخرجنا في يوم هذا اليوم المصاب عطلة بسبب بعض المشاكل الصحية. نحن نطالب بحقوقنا المشروعة التي طالبناها منها منذ أن بدأ في يوم 11 أكتوبر. نقدم شكرنا لكل الموجودين بالساحة ولحضرتك همينا. احنا كطلبة جامعة القادسية وكتنسيقية حصرا نحب نوجه رسالة للحكومة وللساحة هماتين. رسالتنا للحكومة انه هي احنا مستمرين رغم كل المعوقات رغم كل الظروف، سواء كان بما متفشي وحاليا اللي هو فيروس كورونا وما شابه، اللي هي العطله اللي انطتها جامعه القادسيه ككل الكليات واغلب المحافظات هيك. احنا مستمرين ان شاء الله رغم كل شيء، رغم العطله رغم الفيروس رغم اي شيء. ورسالتنا للمتظاهرين انه احنا كطلبه جامعه القادسيه وكتنسيقيه تحديدا موقفنا تجاهكم هو ثابت ولا يتغير ان شاء الله، واحنا ساندين وداعمين لكم وما نعوفكم بالساحه وكل يوم وياكم، لا عطله ترجعنا ولا فيروس يرجعنا ولا اي شيء. وان شاء الله احنا كتنسيقيه همينا موقفنا حتى لو الطلبه رجعت داومت احنا باقين ويا الساحه وما نداوم ان شاء الله، موقفنا ثابت وباقين يوميا الاحد، كل يوم احد عفوا، كل يوم احد متوجهين للساحه وندعم الساحه بكل ما نملك ان شاء الله. وخاصه واحنا نعرف ان الاحزاب الشيعيه حصرا الاحزاب الشيعيه لها اجندات خارجيه، وتحديدا ايران بدون اي ترددات او اي خوف، نقول لها اجندات خارجيه تحاول اخماد الثوره بكل الوسائل وبكل الطرق، بس احنا ان شاء الله باقين وصامدين اتجاه ثورتنا وان شاء الله ما نرجع لما تنتصر ثورتنا. اكيد مصالح شخصيه ومصالح عامه، المصالح الشخصيه اصحاب الاحزاب واصحاب التيارات هو مستلم حكم، ما معقوله يعوف الحكم في على مود ثوره، بالعكس هو راح يبقى يحارب هاي الثوره ويحاول ينهى هاي الثوره حتى يحافظ على مصالحه الشخصيه اللي موجوده داخل الدوله، واحنا ان شاء الله بالتصدي لهم وراح نكون بوجههم وما راح نقدر نتراجع ولا خطوه اللي ورا الا نحقق اللي نريده ان شاء الله. صار موقفنا اتجاه الحكومه ثابت، انه اي ممكن اي واحد ننطيه من عندنا، سواء احنا كمحافظه الديوانيه واي محافظه بالعراق ننطي اي شهيد، بس في سبيل تتحقق انتصار للثوره وما نتراجع ان شاء الله، وباقين هسه واليوم وباكر ان شاء الله ننطي شهداء في سبيل تستمر ثورتنا. رغم انتشار الامراض والفيروسات ورغم وجود عطله، لكن اصر طلبه جامعه القادسيه على الخروج بمسيره حاشده لدعم الساحه الاعتصام ولدعم الثوره ولدعم المعتصمين في ساحه اعتصام الديوانيه، كما نؤيد ونؤكد على استمرار مسيرتنا الطلابيه الثوره القمصان البيضاء، الثوره البيضاء التي لم تنكسها اي من الاحزاب اي من المحاصصات الحزبيه، الثوره البيضاء التي مستمرة ودائمة أبدا، اليوم وغدا ستبقى ساندة لمطالب الثورة أكتوبر. أرادوا هواي أن يسكتوا هاي الثورة الطلابية، لكن لم يقدروا عليها، لأنه ثورة قوية ثورة صافية لم تنجز أي من الأحزاب وأي من المحاصصة الحزبية. رغم وجود فيروسات كورونا ورغم عدم وجود، أصرت وزارة الصحة على عدم التجمعات، لكن طلبة جامعة القادسية يصرون على ذلك ويخرجون بمسيرة حاشدة لدعم ساحة الاعتصام الديوانية. اكو هواي ضغوطات جاي يصير من قبل الأحزاب على الطلاب، لكن الطلاب صارون ومصرون على سندهم لساحة الاعتصام الديوانية. الطالب مرتضى علي داخل طلبة جامعة القادسية. أنا كطالب جامعة القادسية مستمرين في ثورتنا ومسيرتنا الطلابية بأيام الأسبوع لغرض رفض المحاصصة الحزبية في اختيار الوزارات والوزراء، وإسقاط رئيس الوزراء المكلف الفاسد الذي أتى عن طريق المحاصصة الحزبية، وهذا أمر مخالف لإرادة الشعب ومطالب الشعب من البداية. في حال تصويت على مجلس الوزراء اليوم ويعقد مجلس الوزراء ويكلفون الوزراء، سيكون لنا رد آخر كطلبة جامعة القادسية ومحتصرين ساحة الساعة، لأننا رافضين لرئيس الوزراء والوزراء، وهذه المحاصصة الحزبية تتكرر وهذا أمر مرفوض جدا. طلبة جامعة القادسية مستمرين رغم كل المعوقات من فيروس كورونا وغيرها من الفيروسات، ورغم كل المعوقات اللي تعرضون طريقهم فهم مستمرين إن شاء الله. جهة كذا تحاول إسكات الطلاب، وثوار وقفوا قدام القناصات، وقفوا قدام هواي شغلات يعني ودخانيات وغيرها، ما قدروا ثورة مستمرة، كل الأحزاب الموجودة بهذا البلد تحاول إسقاط الثورة، ما نستثني أي حزب معين، لأن هذا يخلف مصالحها. يعني شو أقول لك، إن الشهداء أعطت بدمها بسبيل قضية، هي قضية وطن، قضية إصلاح، قضية تحقيق مطالب، نعيش حياة كريمة، المتخرج يتعين، وتوفير جو مناسب للدراسة. الشهداء صاروا على هذا السبب، وهذا السبب لحد الآن ما عندنا، يعني ما لا تحقق أي مطلب، مطلبنا ما تحقق لحد الآن، وإحنا مستمرين، ولو إحنا لو هم. محمد توفيق علاوي أتى عن طريق المحاصصة الحزبية، اللي هي اتفاق أشخاص معينين من أحزاب معينة تقعد تتفق تطلع لي فد مرشح، هذا المرشح يجي عن طريق الأحزاب، إنه ما يجي يرضي الشعب، لو يجي يسوي شغل الشعب، أكيد راح يشتغل الحزب اللي جابه، فهذا ما يشتغل الشعب، جاي يشتغل حزبه. يمشي بأمر حزبه وأمر الدولة اللي مسيطرة على حزبه. أكدنا رفضنا على أن محمد توفيق علاوي مرفوض من قبل الشعب، وأن الشعب لم يقم باختيار هذه الشخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء. بالإضافة لذلك نحب ننوه على قضية، أنه إحنا كمعتصمين داخل محافظة الديوانية وكطلبة داخل المحافظة، اليوم ما همنا لا مرض لا مطر لا حر لا هاي المصاعب اللي واجهتنا، فاحنا مستمرين وباقين لحين تحقيق مطالبنا. مثل ما تشوفون او الاعلام كله درى انه التجمعات بدوا ينهوها بسبب تفشي المرض داخل العراق، بس احنا باقين ومستمرين لحين تحقيق اخر مطلب من مطالبنا المشروعه. الحكومه ما تريد تنطي هذا المناصب، هاي المكانات اللي مستولي عليها ما تريد تنطيها. البلدان يعني مثل ايران ثمراتها داخل العراق، تهدلك العراق ما تهده، لذلك جاء تماطل وسوف حتى ملكه الشعب هذا يمل ويرجع، بس احنا ما راح نمل ولا راح نرجع، وصار لنا اكثر من 6 اشهر احنا موجودين هنا، واثبتنا فعلا ان احنا ما نتراجع لحين تحقيق اخر مطلب من مطالبنا. احنا بالنسبه لنا هسه كحراك شعبي سلمي موجود داخل العراق، متفق عليه كل محافظات العراق، احنا سلميين لاخر نفس، اخر قطره دم توقع من عندنا احنا سلميين، بس بشرط نبقى عندنا امل انه مطالبنا راح يتم تحقيقها، مطالبنا راح ناخذها، لكن اذا عجزنا وتبين لنا انه المطالب ما راح تتحقق بالسلميه، راح نتحول الى اسلوب اخر، الى اساليب اخرى. سيدي العزيز، احنا نشكرك طبعا لتواجدك معانا، يعني منذ بدايه الثوره انتم متواجدين وقناتكم هاي الكريمه. سيدي العزيز، احنا نطلع ونطالب بوطن كريم حار لم تتدخل به الاحزاب، ورئيس وزراء كامل السياده، ورئيس جمهورية كامل السيادة وحامل الدستور، ليس كبرهم صالح ومحمد علاوي والحلبوسي. لا سيدي العزيز، الحلبوسي أكبر مال الفساد هو وبرهم صالح. سيدي العزيز، احنا مو خلصنا من علاوي، جابونا العفو من عبد المهدي، جابونا علاوي بالاسبوع الماضي جلس مجلس النواب ولم يتوافقون، واليوم قالوا اليوم الواحد يوم 1/3 يعني اليوم اللي هو راح تجلس مجلس النواب، وهماتين اعتقد ما راح يكمل النصاب. انت وين قاعد قسام شرعا، وانت هاي حصتك وهاي حصتك، جيب وزراء كفاءات، بس هاي دلالة على ضعف رئيس الوزراء. إذا كان قوي رئيس الوزراء، لا والله شنو الكرد شنو السنة شنو الشيعة، أنا رئيس وزراء كامل الصلاحية، أنا اللي يعجبني أجيبه. الله يرضى محمد، هاي الدماء قاعد تسيل. بالأمس حتى المسيحي كتلوه بالأسبوع الماضي، أحد الأخوة المسيحيين اللي هو ريمون ريان، يعني ما سلم من هاي الحكومة. لا عاد يقول الانتفاضة فقط للمسلمين أو فقط للشيعة، لا، طلعوا الشيعة والسنة والمسيح، بدليل بأنه الأخ ريمون رحمة الله على روحه، الشهيد ريمون ريان اللي سقط في الأسبوع الماضي في ساحة الخلاني. طبعا احنا من ساحة الشهداء، من ساحة الساعة، من الديوانية، نوجه كلامنا لرئيس الجمهورية، واعتقد رئيس الجمهورية مشترك معاهم بالكحكة. سيد العزيز، رئيس الجمهورية هو البؤرة الكبيرة مال الفساد، لأنه لو ما فاسد ما يجيب لنا رئيس وزراء فاسد، بدليل هم الكرد قالوا عليه فاسد وفاشل. أخي العزيز، الكرد يقولون عليه فاشل، ليش رئيس الجمهورية رشحه؟ ليش هو رئيس الجمهورية برهم صالح اللي يتابع لإقليم كردستان، ليش يرشحه؟ لا كان فاسد. إلا يقول لي قال لك فاسد، أقول له لا والله هو الحزب الديمقراطي الكردستاني قاعد يقول فاسد، قاعد يقول علاوي فاسد وغير قادر على جعل العراق بر الأمان وإخراج العراق من عمق الزجاجة. سيد العزيز، نريد أن رئيس وزراء صالح من قلب الساحة. بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا. الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاحنا نستنكر ونستفسر، نستنكر ونستفسر ونحذر الطغاة الظالمين، الطغاة الظالمين، الطغاة الظالمين اللي سراقين مال العام، الحرامية، المجرمين، الخونة، اللي ما يخافون من الله ولا يخافون من الشعب ولا يخافون من أهل البيت ولا يخافون من الأنبياء والأوصياء. ذول الحرامية مرضوا الشعب، كلهم يشتغلون بأمر إيران، جمهورية إيران، مع الأسف اسمها جمهورية إيران. ذول يشتغلون كلهم بالمخابرات الإيرانية ضد الشعب العراقي، ويردون يسحقون الشعب العراقي، شباب من الجنسين الذكر والأنثى حتى الشياب، يقعدون بمكاننا ويأخذون ثرواتنا هاي الطبيعية، لأنه شنو؟ تحالف علينا مخطط، سايكس بيكو، سايكس بيكو، مخطط إسرائيلي أمريكي إيراني صهيوني، أن يستغلون العراق ويفرغونه للأمريكان ويستولون على الشعب العراقي، ومنه مهاجر ومنه يقتلونه ويمردوه بالدبابات وبالمدافع ويصحون العراق، ماكو بعد العراق. الميليشيات، الميليشيات والمرقرات والمنظمات الحزبية والعشائر، شيوخ العشائر اللي عليهم خط أحمر، اللي أهل المسدسات وأهل الدسكرات وأهل ال 15 مليون، هذول متآمرين على الشعب العراقي كلهم، لأنهم ما يحضرون ساحة الساعة ولا بساحة التحرير ولا بساحة العراق. الثورة شبابية طلابية، ثورة عراقية، واحنا نقولهم يا الفاسدين انتم ومجلس نوابكم ورئيس جمهوريتكم ورئيس وزراء واحزابكم قدموا استقالة وعليكم محاكم، المنقولة والغير منقولة، ونريد قانون من عين لك هذا، ونريد محكمة تتشكل من ساحات التحرير وهي باب الشرجي والخلاني وساحة الطيران وساحة الوثبة وساحة الوسط، محافظات الوسط والجنوب. ثوروا من أجل الحق، لا تتركون الثورة للسراقين والحرامية. وين وديت الفلوس؟ وين وديت النفط؟ المن هاي الميليشيات جايبينها تقتلون بالشعب، ليش تقتلون بالشباب؟ 800 شهيد وأكثر من 26 جريح، يضربونهم بالكسرية، يعاملون معاملة الحيوان. هل هو الإنسان غير ناطق؟ وإنما الإنسان الله خلاه ناطق والحيوان غير ناطق. ليش يخلونا مثل الحيوانات يقتلون ولدنا الشباب أهل الثورة التشرينية الطلابية، طلاب ثورة العراق، الفرات الأوسط، محافظات الفرات الأوسط والجنوب وبغداد. ودينا رسالة على اليوتيوب، ودينا على الانترنت وعلى الفيسبوك إلى شباب طلاب جامعات كردستان الشمال والغربية، شمال وشرق وغرب، ثوروا يا شباب العراق، يا اتحاد طلاب العراق، يا نساء شباب العراق، يا شابات العراق، ثورا من أجل الثورة، لا تسقط الثورة. الجوكرية فيلم، احنا مو جوكرية، هذا فيلم أمريكي بريطاني إسرائيلي، احنا مو جوكرية، احنا هالثورة تشرينية شبابية. عيب عليكم، استحوا، احنا مو مندسين ولا إرهابية ولا عملاء، انتم اللي جبتوا الإرهاب، انتم اللي جبتوا هاي الأمراض حتى تلهون المتظاهرين وتحرقون الخيام بواسطة الجار وغير الجار. يا أخي احنا مهندسين، احنا محامين، احنا حكام، احنا مثقفين، احنا نقابات، احنا منظمات مجتمع انساني. نقول للشعب لا تسكت، نقول للشعب لا تعطي مجال للحراميه، نقول للشعب حاكمهم محاكمه، حاكمهم محاكمه على المال استرقوه، على الفساد الاداري والمالي والتعيينات بالرشوات. هاي نقلهم، هاي وحده. الثانيه الاحزاب والكتل ما يردون الشعب العراقي يستقر، شباب العراق ما يردون يستقر، يردون يسرقون الثوره منه ويضيعونه، يجيبون بالدولارات يحرقون الخيام. فنقول للشباب اينما كانوا في ساحات التظاهرات الشباب والشابات والجامعات والكليات والمعاهد والمتوسطات والاعداديات، نقلهم لا تتركون خيمكم حتى على قصاص رقابكم. خوش حكي، احنا نحب الثورة ونحب الشباب ونريد حكومة مستقلة، حكومة مستقلة رئاسية ليس برلمانية، ونريد قانون، تغيير القانون. هذا القانون كتبه الهميم نائب مجلس النواب ويسليم الجبوري باستعجاله، هذا ما نريده، نريد قانون جديد. الدستور ما نريده، وما عندنا سيادة وما عندنا علم، كل شيء ما عندنا. وطلعوا كافة الدول الأجنبية من العراق لا يظلون بالعراق. هاي وحدة الثانية، احنا الشباب باقين على الطالة بالطالة. نحن هنا في ساحة الساعة متظاهرون نعلن رفضنا لمحمد توفيق علاوي، لأنه لا يمثل إرادة العراقيين، لا يمثل إرادة الجماهير الثائرة المنتفضة ضد هذه الأحزاب الفاسدة العميلة التي ضاعت العراق. العراق الآن أصبح ولاية إيرانية، ثرواتنا منهوبة، العراقيون الآن يعيشون تحت خط الفقر، كثير من العراقيين يعانون من الفقر والفاقة والجوع. نحن نريد عراقا مستقلا ذي سيادة. رئيس الوزراء توفيق علاوي لا يمثل إرادة العراقيين، وأنه مرفوض من قبل جميع العراقيين الثائرين الأحرار الوطنيين الذين يضحون دمائهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن. بالنسبة لموضوع مرض كورونا، العراقيون لا يخافون من مرض كورونا، أنهم أبطال، أنهم أسود الرافدين، سوف يهزمون مرض كورونا ويهزمون هذه الأحزاب الفاسدة العميلة التي ضاعت العراق. الحكومة تقمع المتظاهرين لأن مصالحهم تتعارض مع الأهداف التي نادى بها المتظاهرون، وهذا أمر طبيعي. تتعارض مع مصالحهم، مع امتيازاتهم، أنهم يحاولون أن يتشبثون بالمناصب بكل وسيلة، حتى وأن أدى هذا إلى قمع العراقيين وإلى حرق العراق. لا يبالون أبداً، لا يبالون. العراق لا يمثل وطنهم، أنهم جاءوا من الخارج، وطنهم إيران، أنهم مستعدون لبيع العراقيين ولبيع العراق كلهم من أجل عيون إيران. لذلك نحن نرفض هذه الأحزاب والكتل والتيارات العميلة التي باعت العراق وباعت العراقيين. في أمريكا يقولون، يعني أمريكا بعد هاي أم الدول، زين بيها حزبين فقط حزبين. أما العراق ب 218 حزب، زين ما مستفادين من عندهم من 2003 لحد هذا السنة 2020. شفتوا عمي انتم شباب، شفتوا خير من احزاب؟ ما شفنا خير من احزاب. لا يعني هذا الشاب العراقي زين ما متنعم بخيراته، اما الشباب اللي هناك بباقي الدول زين متنعمين بخيراتهم، متنعمين بطلعتهم وبلبستهم زين. اما الشباب العراقي وخاصه بالشباب الديوانيه، وزاره التربيه تطلق التعيينات فقط للمعارف والفلوس. هسه احنا اعطينا الشهداء 600 الى 700 شهيد والجرحى بالالف، زين كلها هاي زين. وتعالوا شوفوا شوفوا الفساد الاداري عندنا هنا بالتربيه. هاي احكيها بكل على صوتي وما اخاف من اي واحد. تعال شوف الفساد الاداري عندنا بالتربيه، زين تجي يجون اشخاص من خارج محافظه يسيطرون على باب التربيه وياخذون تعيينات من عندهم، تعيينات يعطوها قوه على مدير التربيه. ليش؟ لعد هاي شبابنا، اللي خلص عمره بالدراسه. أهلا بالثوار، أهلا بشريان الثورة. الآن سوف يقرأ موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء.